مساء الخير لكل مشاهدين روتانا خليجية وبرنامج سيدتي. مشاهدين أنا أعتذر عن شوية صوتي تعبان اليوم لظروف صحية. طبعا في حلقتنا لليوم عندنا الكثير من المواضيع المميزة ورح يكون معايا الزميل صبحي عطري وعنده الكثير من الأخبار الفنية. بتلتحق فينا زميلتي راني من الرياض بعد قليل. مشاهدين أدعوكم لمشاهدة حلقتنا، وقبل ما أبدأ الحلقة أعطيكم أهم العناوين لحلقتنا لليوم. في سيدتي اليوم، علي ابن الرابعة ينتظر ذويه في جمعية البر منذ 3 شهور. هل طقطقت الأصابع؟ مرض صحي أم نفسي؟ منتجات لوسيتان تحدث ثورة في مفهوم العطور والعناية بالبشرة. نجوم وأضواء ترصد آخر أخبار المشاهير والفنانين. 80% من الأمراض سببها نفسي. أهلا بكم مشاهدينا، هذه كانت أبرز عناوين حلقتنا لليوم، وبنبدأ مع أبرز أخبار السعودية لليوم. الخبر الأول من الشرق بعنوان 30 شابا يتعرفون على الوطن في رحلة، حيث شارك 30 شاب يمثلون أندية محافظة القطيف والترجي والخويلدية ومظر والابتسام في برنامج رحلة المناسبات الوطنية الذي أقيم على شاطئ مدينة الجبيل ضمن النشاط الشباب الذي يقدمه مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب في القطيف. وتم خلال الرحلة تعريف المشاركين بأبرز المعالم الوطنية والحضارية في المنطقة الشرقية ومن ضمنها مدينة الجبيل الصناعية، كما شمل البرنامج إقامة مسابقات ثقافية ذات طابع وطني وتاريخي عن المملكة، إضافة إلى مسابقات ترفيهية ورياضية. وقد أوضح المشرف العام على البرنامج عادل الصايغ أن هذا النشاط يأتي ضمن سلسلة برامج يقدمها مكتب القطيف طوال العام للشباب المنتمين لهذه الأندية، مبديا سعادته بنجاح رحلة وتفاعل المشاركين فيها. الخبر الثاني مشاهدينا جاء من صحيفة سبق بعنوان نخبة من المتحدثين والمختصين يناقشون الإعاقة وتأهيلها في المملكة. وفي التفاصيل يرعى وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن عثيمين تنظيم الندوة الطبية للإعاقة والتأهيل التي ستعقد في مستشفى رعاية الرياض يومي الأحد والاثنين في القاعة الرئيسية بالمستشفى. من جانبه قال الدكتور نادر الكناني الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية واستشاري جراحة العظام بالحرس الوطني والمشرف العام على الندوة أن هذه الندوة تأتي انطلاقا من المسؤولية والدور الريادي تجاه المعاقين، حيث إنها الأولى من نوعها من حيث طريقة الطرح والمواضيع ودمج الجانبين الطبي والاجتماعي. وأضاف أن الندوة ستركز على الجانب الطبي أكثر، حيث تناقش أهم أسباب الإعاقة شيوعا في مجتمعنا، إضافة إلى المبادئ المهمة والطرق الحديثة لعلاج مختلف هذه الإعاقات، وحرصا منا على نشر المعلومات الطبية وتبادل الخبرات ولفت نظر الطلاب إلى التخصصات المختلفة ولدعم مشاركة المجتمع الطبي لعلاج مختلف جوانب الإعاقة. خبرنا الثالث جاء بعنوان علي ابن الرابعة ينتظر ذوي في جمعية البر منذ 3 شهور، حيث تواصل جمعية البر بجدة تقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية للطفل علي ذو 4 سنوات والذي تم إيداعه بدار الإيواء التابعة لها بعد أن عثرت عليه دوريات الأمن تائها بحي نسيم بجدة، حيث تم التعرف عليه من أحد المواطنين بعد تفاعل وسائل الإعلام الاجتماعي. وأوضح وليد أحمد بحمدان أمين عام جمعية البر بجدة بأن الجمعية تسلمت الطفل من الدوريات الأمنية، حيث تم إيداعه مركز الإيواء مؤقتا لحين التعرف على أهله بتنسيق متكامل مع الجهات الأمنية وفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة. وقد أبين أمين الجمعية بأن الجهات المعنية تتابع مجريات تسليم الطفل لذويه بعد تعرف أحد المواطنين عليه، وقدم معلومات عن ذويه بعد أن تداولت وسائل الإعلام الاجتماعي صورته في إعلان يحوي دعوة للمساهمة في العثور على أهله. طبعا مشاهدينا بعد الأخبار السعودية بنطلع فاصل ونرجع لكم عشان نكمل فقرات سيدتي لليوم، خليكم معنا. سيدتي نت معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك.
سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية.